الثامنة صباحا بتوقيت القاهرة، الخامسة بتوقيت جرينتش. موجز الأخبار من التلفزيون المصري، أهلا بكم. بحث مساعد وزير الخارجية للشؤون متعددة الأطراف والأمن الدولي السفير إيهاب بدوي مع وزير الدولة بالخارجية المجرية بيتر سازاتاري عددا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، من بينها العمل الدولي متعدد الأطراف. وفي بيان لها أكدت وزارة الخارجية أن المشاورات تناولت موضوعات منظومة الأمم المتحدة والتي من بينها جهود حفظ وبناء السلام وإصلاح مجلس الأمن الدولي، فضلا عن موضوعات نزع السلاح ومنع الانتشار النووي. واستعرض مساعد وزير الخارجية خلال المشاورات الجهود الوطنية في مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية تجاه أوروبا من الحدود المصرية، فضلا عن جهود مكافحة الإرهاب، وذلك بغرض تحقيق السلام وإرساء الاستقرار في المنطقة كهدف مشترك للبلدين. قال المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة رياض منصور إن الوقت قد حان ليتخلى المجتمع الدولي عن المعايير المزدوجة، وأن يضع حدا لهذا الوضع المؤسف الذي يتم بموجبه معاملة إسرائيل كدولة فوق القانون، محمية من أي تبعات على جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية. وفي ثلاث رسائل متطابقة بعث بها مندوب فلسطين إلى كل من الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، حث منصور كافة الأطراف على الوفاء بالتزاماتها ومسؤولياتها القانونية والعمل بشكل فوري من أجل العدالة والسلام، مشيرا في هذا الصدد إلى عدوان الاحتلال الإسرائيلي الأخير على مخيم جنين للاجئين بالضفة الغربية المحتلة. قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إن الولايات المتحدة تدعم بشكل كامل عضوية السويد في حلف شمال الأطلنطي الناتو. وفي لقاء مع رئيس وزراء السويد أولف كريستيسون في واشنطن أكد بايدن أن السويد ستجعل التحالف أقوى ولديها نفس قيم الناتو، معربا عن تطلعه لحصولها للعضوية. من جانبه قال رئيس الوزراء السويدي إن بلاده والولايات المتحدة تتشاركان في العديد من الأولويات منذ فترة طويلة، وهذا ينطبق على كيفية التعامل مع الأزمة الأوكرانية. انتقدت روسيا تقرير الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش حول انتهاكات حقوق الأطفال، مشيرة إلى أن عدم ذكر أوكرانيا يعتبر قرارا سياسيا. وخلال جلسة لمجلس الأمن الدولي قال المندوب الروسي لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا إن موضوع حماية الأطفال تم اختياره بهدف تشويه صورة روسيا. قال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي إنه كان يريد بدء الهجوم المضاد في وقت سابق، وإنه حث الحلفاء الغربيين على إمداده بالأسلحة من أجل هذا. وفي تصريحات له أعرب زيلينسكي عن امتنانه للولايات المتحدة بوصفها قائدة لدعم أوكرانيا، مشيرا إلى أنه أبلغ القادة الأمريكيين والأوروبيين رغبة كييف في بدء الهجوم المضاد في وقت مبكر وبحاجة إلى كل الأسلحة والعتاد من أجل ذلك. لقي 29 شخصا على الأقل مصرعهم في المكسيك بعد خروج حافلة ركاب عن مسارها وسقوطها في أحد أودية ولاية أوتاشكا الجنوبية. وأعلنت الشرطة المكسيكية نقل 19 مصابا إلى مستشفيات عدة في المنطقة لتلقي الرعاية الطبية. يأتي هذا فيما أعلن المدعي العام لولاية أوتاشكا فتح تحقيق في الحادث، مشيرا إلى أن المعلومات الأولية تفيد بحصول عطل ميكانيكي.